أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة الوطنية يقدم. إيوة كمل لي يا سي عبلادي، فين خليناها؟ خليناها في يد الله. ونعم بالله، ولكن كمل لي. أعمل حاجة. ما هي؟ كمل من عقلك. كمل من عقلك، كمل من عقلك، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد عاطفي، إخراج الهاشمي بن عمر، إنتاج الإذاعة المغربية. الحلقة 14. مي 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 نعم ياك لاباس وليدي، وصافي قبلوني باش نرجع للمدرسة. بصح مرحبا، وشكون اللي قالها لك؟ قالها لي الاستاذ اللي كيقريني، صفت لي مع واحد الدري ومشيت عنده هو يخبرني. وهني عليك اخويا سعيد وسعداتك. زعما ردوك ردوك بصح اخويا سعيد للمدرسة ولا غير كنت ات شنو ات شنو زعما كانت فله واللي كذب يمشي يسول؟ ما عرفت. ولكن دابا خصك تزير الصمتة وتراجع مزيان كاع داك الشيء اللي فاتوك فيه. ما تخافيش الوالدة، على نسيتي بالله كنت كنجي انا الاول في جميع المواد. وهادي عرفناها، انت الاول في جميع المواد وانت اخر واحد في التبصيل. وخمسه وخميس عليا الله يستر، وخوتو كيحسدوك حتى في الماكله. الله يجعل البركه في الوالده. بصحتك وليدي غير كل. ولكن قل لي يا سعيد، هاد الرجوع للمدرسه مازال ما بغاش يدخل لي في راسك؟ هاد الشيء غير جا وطاح عليك من السماء؟ ما يمكنش. بغيتي تعرف الحقيقة الوالدة؟ ها يا قلت لكم ما تبقوش تيخو بسعيد، راه كذاب. بلاتي عليك انت يا بلاتي. انا في الحقيقة الوالدة انا رجعت نقرا والإدارة قبلت الطلب ديالي. الطلب؟ ما فهمتش كيفاش الطلب. اه طلب ومع حتى التزام قاليزي باش ما نبقاش نعاود نخرج من المدرسة. ايوا وشكون اللي وراك هاد الشيء؟ ماشي غي وراني، كتب لي الطلب ووقف معايا بنفسه، هو اللي دالي زال التزام على المسؤولية دياله. وشكون هاد مرضي الوالدين اللي وقف معاك وليدي؟ عمي عبد الهادي. اش قلتي؟ عمي عبد الهادي بنفسه. مزيان. ايوا دابا انا مت وليت اخر من يعلم، ما بقات عندي قيمة في هاد الدار، ولا عمك هو كل شيء. واش باغي تفقسنا ولاش كيقول لك عقلك؟ ولكن امي راه عمي ما بغى لي غير الخير. امي امي الله يهديك، سعيد راه عنده الحق. اش من حق عندك انت وياه؟ خرجوا عليا خرجوا عليا، فقصوني ترتقصوا لي المره، راه خرجوا عليا. لا امي انت ما كتعرفيش مزيان عبد الهادي. عبد الهادي بحاله بحال جميع الرجال، الرجال لا ثقه فيهم. سولني انا اللي مديه وجايبه في الدنيا. انا راه من المستحيل نشغل بالي بهذا التفكير. امي دبري راسك، انا اللي ولدتك وعارفه الرجال اش كيسواو. عندك يجي شي نهار وتجي تبكي عليا وتقول لي امي عبد الهادي تزوج عليا ولا ضربني بركله. وما تنساي شي، الا مشى حتى توفى ودخل معاك بموارت. الرزق على الله امي، والاعمار بيد الله، ما عرفناش شكون السابق. انا دابا ما قلت والو وعندك تندمي. المهم انا امك واللي عليا راني وريتولك. قالوا زمان وريه وريه ويلا ما سير وخليه، وكون على يقين بنيتي زينب راك غادي تندمي وما تنفعك ندامه. هاودني منك. عافاك امي، الا ما دخلي سوق راسك وما تبقايش تشغلي بالك بهذا التفكير. اللي مكتبها علينا الله هي اللي غادا تكون. ايه ولكن على الاقل قنعيه بعدا يكتب لك الفيلا اللي ساكنين فيها ولا شي عماره على هو مخصوص. اللهم عظم الفكرون ولا يمشي فلت. امي دخلت عليك بالله، الا ما خليني مهنيه، الا جيتي تشوفيني مرحبا بك نشربو كويس زيالاتي ونضحكو كيف العاده. ايوا انا اللي جابني يا بنيتي هو داك الشيء اللي كيتقال وسمعه. ما عندك ما تسمعي، واللي بغى شي يقولو يقولو، أديها غير في صحتك. أما أنا راني قادة بشغالي. أحيانا يا بنيتي اللي عنده الولاد عمرو ما شاف الصحة. كون شفتي غير داك الحلوف ديال خوك أش عامل فيا، نوض لي القوق في راسي. كون شفتي أنا يا أمي ما خليت ما درت معاه أنا وعبد الهادي، ولكن ما قر فيه خير. واش غنديرو يا بنيتي؟ يديك منك ولو مش دامة،
صبر معاه وكبري. خوك هذاك ما عندك من غيره والو، وكيف كيقولوا الخوه حد هاد الدنيا. ايوا ليه لي حشمنا الواليده هاكي هاد البركه، واخا عارفه ما غاداش تصرفي عليهم. لا بنيتي لهلا يمحنك، راك عارفه البير وغطاه. مسا الخير سي عبد الهادي. مالك صاحبي كتخمم غرق لك المراكب ولا ياك ما كتفكر في شي بلان هذا ولا شي عماره جديده؟ ها عبد الهادي ولدك جلس جلس بعدا انت جاي منيش عليا. اسماعيل راه شربتي درتي اش غيشرب؟ اش غنشرب؟ شي براد ديال اتاي ويكون مشحر ودير فيه الشيبه الحبيبه. سبحان الله سي ادريس، حتى انا غتبقى هكا بلدي. شرب اصاحبي شي عصير باش ينعش لك الروح، ولا خايف تخلصو؟ لا خويا كبرنا فتاي نبقاو فتاي، والله يخلينا في صباغتنا. بغيت نسولك سي عبد الهادي. ياك لاباس، على من باغي تسولني؟ لا والو بس غير بغيت نسولك على راسك. هاد الايام كندوز لديك العياده اللي في الشارع. على شي تحليلات ديال واحد ولد عمي، وكنشوفك اخويا جالس وحدك وكتخمم ياك لاباس. واش بغيت نقول لك يا سي ادريس؟ سلامه تقال خويا عبد الهادي. هايا اخويا عليا المزيوده فيش قلبك، راه ما كاين غير الله والموت، واعتبرني خوك ياك لاباس. لا والو بس سي ادريس، ما كان ما نخبي عليك. هاد اليامات كنخمم في شي موضوع شاط اللي بالي محيرني. كتخمم؟ ايوا العجب هذا. ايوا اش خليتوني نحنا ما نقولوا؟ مالك اخويا؟ ايوا باين مسك عليك الله برا، ما خاصك خير وحمد الله على كل حال. هادي بصراحه اخويا ادريس ما كان ما نخبي عليك، تراك خويا وحبيبي. انا فعلا مسك علي الله، ما خاصني حتى شي خير، ولكن خاصني الزريعه. زريعه؟ اش من زريعه؟ ياك ما تقلبوا لكل اماره. هايا جيني قودا سي عبد الهادي، وبركه ما تحوم على الموضوع. اخرج من رونتك وسرح مشجونك. خاصني الولاد يا سي ادريس، الولاد هما الزرع والزريعه. هاكاك ايوا دابا عاد فهمت. وانت من الصباح وانت كتعصر في الهضره، حتى هادي تخمم ليها. راه عطانا اربعه وبحالك من غدا يتزوج، انت مخطوف بعشره ديال اليدين وغادي تغرق ولاد. ولاد سي ادريس، ولاد ما عرفت بحقهم حتى بديت كنكبر. وشكون قال لك اسيدي مولاي انت كبرتي؟ انت باقي صغير والمخيرات تمنك. هي سي ادريس هي، عندك الحق. الناس كيشوفوني وكيحسدوني حيت عندي الدنيا والمال، والدنيا بلا ولاد مع الفلوس بحال الطعام المسوس. هذا هو المهم اللي كنخمم فيه ومصدق. ايوا خويا تزوج وهنينا. حميد احميد ونوض بركة عليك من النعاس. خليني ناس، ما فيا ما نفطر. اش من فطور باقي؟ نوض الله يجيبك على خير، هادي راه 12 ديال النهار. نوضي بنتك للطبيب شوف شنو عندها، راه الليل كامل هي بيتها كتهدرز ليا بالسخانه. سيري اعطيني باتساح، سيري اعطيها شي فانيده ولا ديري ليها المخنزه، خليني نكمل نعاسي راني مدقدق. مدقدق مالك؟ بيت كتنقل في الحجر. انوضي لها عندك شي عقل وشوف بنتك شنو عندها. العقل؟ كون كان عندي العقل كاع ما نتزوج بك. شنو الليه لا يحييك ويطول الزمان عليك؟ مالك اخويا لقيتيني بارا ولا مقطوعه من الشجره؟ صبحنا الله، راه انا اللي زهري مكفس منين تلاقيت بيك. عندك الظن بانني مغفله حك ساكته؟ رانا غير صابر حك شاركت معاك الاولاد، وعندك تحسبني ما عارفه شي داكشي اللي كيدور ورا ظهري. ودابا سيدي اصبر راه تقاضى، عييت ما نسكت. كنتم في الاستماع الى مسلسل التمثيلي كمل من عقد، تشخيص زهور المعمري، رشيد الحراق، احمد ناجي، بن عبد الله الجندي، ومحمد عاطف. هندسه الصوت الحسين الخرمودي. ساعد في الاخراج حميد زيان. هذا المسلسل من تاليف محمد عاطف، اخراج الهاشمي بن عمر.